الأهلي والإهانة ورضا والمهانة. الكلام يبدو قاسي شوية، بس لأنه الحقيقة أصعب حاجة ممكن تتهم نادي بيه إنسانيا إنه بيتعمد يهين حد، يهين حد. الإهانة وحشة، سلوك غير إنساني غير أخلاقي. فلما يكون في اتهام لنادي إنه بيمارس هذه الإهانة بحق لاعبين بعينهم جايين من مكان معين، فدي المهانة اللي احنا ما نقبلهاش وما ينفعش نسكت عليها. نسمع الكابتن رضا عبد العال. يعني النادي الاهلي كان مهتم بمصطفى محمد من ايام طنطا. ما هو طالما النادي الاهلي اهتم بحد هيفضل وراه. هيبقى في اهتماماته. اوعى يا مصطفى. لسبب. لان كل اللي راح من نادي الزمالك اتهان. ما قدروش تاريخه. ما عرفوش ان هم يقدروا الناس دي. الناس دي ضحت بحاجات كتيره وكان في اتهان. ازاي؟ يعني ايه اتهان؟ يعني هات لي واحد ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ هات لي واحد بطل كده باحترام في النادي الاهلي. أيوة جاي يعني من إيه نادي الزمالك. يعني ايه اتهان؟ يعني ايه اتهان؟ ما فيش حد بيتهان، ما فيش نادي بيهين اي لاعب. لا لا، اذا كان بيهينوا صالح جمعه وبيهينوا حسين السيد. أيوة دي مش اهانه؟ يعني لما صالح جمعه يتقطع عن التدريبات مش عايز يبقى في قرار؟ خلاص سيبنا من صالح. طيب امال ايه؟ ابو حسين الملتزم ده حسين هيمشي بالراجل، هيشوفوا له دلوقتي عقد اعاره او هيمشي. يعني لسه ما اقدرش اتكلم الا يوم 31. طب ليه من اول السنه ما عملوش كده طالما ان هم حاضرين؟ يا كابتن ما هو متعاقد معاهم. يا الكلام ده لما خلي معاك بالتعاقد وان انا ما ادكش فلوسك. لا النادي الاهلي ما بيعملش كده. لا لا النادي الاهلي بالحته دي انت قعدتني كالمحامي بطريقه كلامك. يعني انا ماليش ان انا اقول. انا اخلي جمهور الزمالك يشيل منك اكتر. لا مالكم، احنا بنتكلم في الحق. انت بتتكلم في الحق. اقول بما يرضي الله. ايه هقول؟ صالح جمعه ماله؟ انا مش عايز، يعني انا مش عايز. اديته فرصه يا كابتن تاني. هنعيد تاني يا كابتن. سيبه هنعيد وانا تاني. بقول لك ما انا اديته فرصه مره واثنين وثلاثه واربعه. طب سيبه. ما هو ما حدش راضي ياخده. مالكش دعوه اللي ان شاء الله يشتغل. هديله استغنى؟ هو ده هيبقى بالنسبه لك حفظ كرامه اللعيب؟ يا عم ان شاء الله يشتغل على توك توك. انت لما نطلع اقول استغنينا عن صالح جمعه، طب انا ما استفدتش منه ليه؟ وانا استفدت منه ايه؟ ما انت الانديه مش هتاخده طول ما انت. يبقى احنا بنعيد الكلام اللي احنا قلناه. طيب وحسين السيد ماله؟ حسين السيد ما بيلعبش ليه؟ ما بيلعبش. هو بيقلب دلوقتي. انت بيقلب اغاني دلوقتي. قلب يا في مصطفى محمد بس. اللي ابو مصطفى محمد ماله؟ والاهانه اللي هي هات لي واحد من نادي الزمالك راح النادي الاهلي واحترموا تاريخه وبطلوه بما يرضي الله وبشكل كويس. قول لي. اقول لك ايه؟ مش فاكر. اقول لك ايه؟ بس هم بص بياخدوا. انت شايل بقى. لما وربنا ما شايل. لا شايل. وربنا ما شايل. لا شايل. وربنا ما شايل. ايه يعني؟ هو يعني عشان انت لا 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 هم ما قدروش. بص هي الحركه الوحيده اللي عملوها ان نزلوا معايا ان رضا خارج. طب ما انت رحت بقى كاغلى لاعب في مصر في النادي الاهلي. وعشان ان في نادي الزمالك قالوا لي مع السلامه. طيب خلاص انا وضع مختلف غير ان انا اروح اعمل مشكله. اصلا ما قدركش. ماشي خلاص. وانا كنت رايح السعوديه. انا ما كنتش رايح النادي الاهلي. ما اقولكش مع السلامه. كانوا عايزينك تلعب بفلوس قليله. ولا في فلوس وربنا. ده انت رحت الاهلي عشان الفلوس. شوف مسألة ان كابتن رضا يعني هو اعتقد مهيب كان بيناقشه يعني عايز يعمل حوار صحيح، بس كان في موضوعية. يعني اديني مثل. ف لا كل الناس اللي جت العجيزي اينو طارق هيرد دول بنفسهم. يعني طارق السعيد اللي جه خد خمس بطولات ووسام هيردوا بنفسه. انما لعبتنا اللي هو بقى بيسخنها كابتن صالح جمعه، ده قصه حد ما يتمناش كابتن صالح جمعه بكفاءاته الفنيه دي ان يبقى موجود وملتزم. اذا هي قضيه معينه. وبعدين فلان ما بيلعبش ليه؟ طيب ما هو فين مدبولي وفين عنتر وفين انا لو عديت لك في كتير كل سنه 10 اسماء. في كتير بس في كابتن طارق السعيد كمان واحد من اللي الكابتن رضا عبد العال قال ان هم جم الاهلي والاهلي اهانهم. هل الاهلي اهان طارق السعيد؟ نسمع طارق السعيد. الفتره اللي لعبت فيها من النادي اللي في النادي الاهلي من 2005 لغايه 2000 نهايه 2007 كل البطولات اللي كانت بتعدي بقى كان النادي الاهلي بياخدها ساعتها، لان بصراحه كان جيل محترم جدا وخدنا ثالث كاس العالم في اليابان. اعتقد ده اكبر انجاز في تاريخ النادي الاهلي. والحمد لله الواحد كان بيشارك، لكن الاصابات بقى هي اللي فرقت. انا حسيت في الوقت ده
لما خدت قرار اعتزالي حبيت ان انا اختم في النادي الاهلي رغم بعض العروض اللي جات لي من الانديه الاخرى. يمكن الحاجه الوحيده اللي حسيتها كويس قوي في النادي الاهلي الترابط الاسري بين اللعيبه وبعض، ويمكن دي اكتر حاجه نجحت النادي الاهلي. اول ما رحت النادي الاهلي كان الكابتن نادر السيد موجود هناك ساعتها، قال لي تدخل عادي خالص وهتحس نفسك كانك بقالك 10 سنين هنا. وبالفعل التبادل الاسري احسن حاجه في الاهلي، والكابتن نادر السيد قال لي هتيجي ولما حبيت ابطل كانك 10 سنين هنا. حبيت ابطل في النادي الاهلي، احسن مكان ابطل فيه في النادي الاهلي ابطل مين؟ طارق السعيد اللي الاهلي تعمد يهينه. وهل كمان الاهلي تعمد يهين هاني العجيزي اللي برضه من المجموعه اللي يقصد رضا عبد العالي ان هي جت للاهلي من الزمالك؟ نشوف قد ايه هاني العجيزي اهانه الاهلي. بالنسبه لي حاجه كبيره جدا يعني، وانا مبسوط ان انا قعدت سنتين في النادي الاهلي، كان نفسي اقعد اكتر فتره ممكن في النادي الاهلي. انت شايف بالتجربه خلت عاطفتك وقناعاتك تتجه ناحيه النادي الاهلي؟ بالظبط، وخلي بالك مش انا لوحدي يعني، اي حد لو مكاني هيغير الفكره. اي حد يعني لعب في النادي الاهلي يغير فكرته عنه ويرتبط بيه اكتر. بص اقول لك حاجه، انت في كام لعيب في نادي الزمالك لعب في نادي الزمالك وراح النادي الاهلي؟ في طارق السعيد تقريبا، في محمد صديق، في اينو، مفيش واحد فيهم طلع قال لك ان انا ممكن اختم حياتي في نادي الزمالك. مفيش. ليه؟ ما برضو لازم الناس تعرف ليه. اكيد اللي بيحصل في النادي الاهلي او الاجواء في النادي الاهلي غير اللي موجوده في نادي الزمالك خالص. خلينا نكون صريح، انا ولا والله العظيم ولا بقلل من نادي الزمالك ولا اي حاجه، بس فعلا دي الحقيقه يا جماعه. لازم الناس تفهم ان النادي الاهلي ده في حته ثانيه خالص. انا كنت بكره النادي الاهلي ده جدا. يعني انا تربيتي في نادي الزمالك، اتربيت في نادي الزمالك، النادي الاهلي ده نادي مش عايز اقول لك بقى. يعني دوله ومش عارف ايه وجماهير وحاجات يعني مش كويسه. لكن لما رحت النادي الاهلي لا، ما فيش الكلام ده يا جماعه خالص. الاهلي في حته تانية خالص، والاهلي حاجه تانية خالص، وتربيت في الزمالك على ان انا الاهلي ده حاجه الدوله بتخدمه، ورحت لقيت حاجه تانية خالص. واللي يرتبط بالنادي الاهلي لازم مشاعره تتغير ويحب يبطل فيه النادي الاهلي ويحب يبطل فيه. ده هاني العجيزي اللي اهانه الاهلي زي اينو اهانه الاهلي كتير قوي يا كابتن رضا. نسمعه. انت راجل اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا بقول لك انا راجل اهلاوي وقلت الكلام ده، وراجل بحب النادي الاهلي، وراجل بموت في النادي الاهلي، وواخد فيه 14 بطوله ولا 15 بطوله، تاريخي كله في النادي الاهلي. فليه اجمل ايام حياتك كانت في الاهلي؟ اجمل ايام حياتي يعني شفت فيها كل حاجه حلوه في الخمس سنين بتوع النادي الاهلي، غير ان النادي الاهلي ذات نفسه اتعلمت منه حاجات كتيره قوي. فهي دي يعني ايه اللي اتعلمته في الاهلي ما كانش موجود في الاهلي؟ اتعلمت النظام، سيستم ماشي عليه، ايا كان مين اللي ماسك او ايا مين كان مين المدير الفني، ايا كان مجلس الاداره، تحس ان الكيان ماشي على خط مستقيم كده، ملوش دعوه بقى مين موجود او مين مش موجود. دايما بيبص لقدام، دايما بيبص اللي انا عندي هدف واحد هو البطوله. الزمالك كان بيفتقد كل الامور دي؟ هو اي نادي في الدنيا بيبقى نفسه اللي هو ياخد بطولات وكل حاجه، بس ما كنتش برضو بتلاقي حاجات كتير. يعني مثلا النظام ما كانش موجود على ايامي، ما كانش فيه سيستم كده، ما كانش فيه روح البطوله، ما كانتش بتبقى موجوده عكس النادي الاهلي. طيب الكابتن معتز اينو اللي جه من الزمالك للاهلي واللي تهانوا، شفتوا حجم الاهانه والمهانه؟ 14 15 بطوله اللي انقلبت لحب جارف عند اينو عامل ازاي؟ حتى كابتن نادر السيد اعتقد شهادته مهمه. يعتبر الختام الحقيقي هو في النادي الاهلي، كيان النادي الاهلي اكبر بكتير جدا من المشاركه كلاعب، ممكن تدي للكيان حتى لو ما كانش داخل الملعب، وهو ده كان القراري ان انا ادي للكيان حتى لو مش داخل الملعب. والحقيقه لقيت تقدير كبير جدا من الجماهير ومن كل المنظومه في النادي الاهلي. الكابتن نادر لما بطل مسك شركه الاهلي انتاج الاعلام، قال لقيت تقدير كبير جدا يعني في النادي الاهلي. وبعد كده هو يعني تذكر ان في حاجات كانت مضايقه، هو حر على مستوى اللعب ممكن يكون ندم. طيب لكن ما يقدرش يتكلم بشكل سلبي عن النادي الاهلي. كل دول
جم للنادي الاهلي من نادي الزمالك اللي الكابتن رضا عبد العال شاف ان هو الاهلي كان بيتعمد يهينهم. قول لي مين؟ لمجرد ان هم جايين من نادي الزمالك. هل الاهلي يتعمد يهين لعيب عنده اخلص وانتج بطولات بهذا الحجم؟ سمعتوا كلامهم كلهم بعظمه لسانهم. طب ما نسمع الكابتن رضا عبد العال نفسه يمكن يكون كلامه واضح. يعني انا مثلا لعبت للنادي الاهلي 5 سنين، خدنا جميع البطولات. الاهلي طبعا نادي كبير وشرف لاي حد يلعب فيه، وانا لو قررت تاني الموضوع ده ان في الايام بتاعتي دي لما كان فيها مجلس الاداره ده برضه هروح الاهلي. ليه؟ لان الناس في النادي الزمالك داسوا عليا. هو النادي الاهلي في الحته دي قال لك احنا معاك لاخر لحظه. عايز ترجع الزمالك في اي وقت قول لنا ومفيش اي مشكله. هم بيزعقوك عشان تمشي. طب ليه؟ معرفش. ما انا بقول لك الكلام اهو، حد يطلع يقول لي انت كذاب. وانت رحت الاهلي ليه من الزمالك؟ لا بص، الايام دي غير الايام دي. انت كنت نجم الزمالك. لا يا حبيبي، رحت الاهلي رحنا عشان ان انا شفت الويل في نادي الزمالك. انت رحت نادي الزمالك قلت لهم عايز امضي وما عنديش مشكله خالص قبل ما تروح النادي الاهلي، والمسؤولين في نادي الزمالك ما مضكش ببلاش. عندك الكابتن فاروق جعفر موجود. انا رحت قعدت من الساعه 5 المغرب لغايه الساعه 9 عشان حد يقابلني، ما حدش قابلني. اتقال ساعتها وانت بتتفاوض مع نادي الزمالك او كنت بتعرض الحاجات اللي انت طالبها، كان المهندس عادل القيعي فاتح معاك خط من الناحيه الثانيه. والله العظيم وحياه ولادي ولا عدم ولادي، انا ما دخلت النادي الاهلي الا لما الامور كلها اتقفلت ضدي في نادي الزمالك. وعندك الباشمهندس عادل القيعي عشان ما تظلمش حد. عندك المهندس عادل القيعي اهو عشان ما اظلمش حد، اتفضل. ما انا حكيت قبل كده بس بسرعه عشان الوقت. لا يعني دي مش هتتحكي دلوقتي، لانه انا هقول لكم على حاجه. واحنا قاعدين في الاقصر، الاستاذ محمد كامل في سهره من سهرتين ليالي طيبه الدافئه، قال للمهندس عادل القيعي انا مش عايز اسمع منك حاجه الا القصه الحقيقيه لرضا عبد العال وازاي جه الاهلي وكواليسها ايه. انا على المستوى الشخصي كانت ليا جولة صحفية كبيرة في تاريخ المهني في قصة رضا عبد العال، عشان كده قصة رضا عبد العال كاملة. رضا لاعب موهوب، رضا لاعب مبدع جدا، رضا كان أول لاعب يجي من الزمالك للأهلي، عشان كده دي كانت نقطة مهمة جدا حتى عند الكابتن صالح سليم هيقولها لكم المهندس عادل القيعي. رضا قصة ثرية مهمة جدا على مستوى الصفقات وعلى المستوى الصحفي. أعتقد مهم جدا نناقشها الأسبوع الجاي. توعدنا؟ ما هو خلاص انا سمعت منك كواليس، فبس هنفتح القعده. اصل هو فاضل دقيقه مش هنلحق نحكي فعلا يعني. طيب اه، ايه الهدف من الفقرتين؟ لان انا قلت لكم في بدايتهم ان الخيط الفكري الرابط بينهم واحد، محاوله الرجم الدائم والنبش وتسخين الاجواء وتصدير اشاعات اي سلبيه بين الاهلي والاسماعيلي. وشايفين الكلام بيجي من انهي منصات بالظبط لهدف ايه؟ سواء المصري، وكانه مش ناقص اللي حصل بين الاهلي والمصري، لا نفضل نزكي في كل مشاعر الغضب حتى عند الاجيال الجديده باشاعات وكلام فارغ كل مره. عايزين عشان نقفل الملف، عايزين نعرف علشان مش عارف الاجيال تعرف ايه اللي حصل. الملف ما بيتقفلش، ولا الملف بيتقفل، ولا الكلام بيتغير، ولا الناس بتسكت. اللي هو جان بول سارتر وانا دايما بقولها، قال لك الجحيم هو الاخرون. هي دي المشكلة، الآخرين هم اللي دايما مشكلة. لو في طرفين لوحديهم هيتصافوا هتتحل أي مشكلة لو كانت موجودة، لكن هذا النفخ الدائم أعتقد مش في صالح حد خالص.